العراق اليوم بأمس الحاجة لبناء السدود والخزانات التي تضاعف الخزين المائي، فبسبب السدود التركية والإيرانية انخفضت مناسيب نهري دجلة والفرات، الأمر الذي يستدعي استغلال الامتداد النهري للرافدين. حاجة البلد إلى استكمال الموازنة المائية واستكمال الخزين حسب الدراسة الاستراتيجية تكمن في إنشاء سد مكحول وتعزيز الطاقة الخزينية بثلاثة مليار متر مكعب. هذا السد هو يعتبر سد استراتيجي تمت المباشرة به في عام 2000 وتوقف العمل به وعيد العمل إن شاء الله هذه السنة، باشرنا بالأعمال التحضيرية. ما يميز بلاد الرافدين هو نهراه العظيمان الممتدان من شماله حتى جنوبه، واللذان إن استغلا بالصيغة الصحيحة لدرا على العراقيين بفائدة كبيرة تسمح ببناء سدود إضافية. وزارة الموارد المائية رسمت خارطة طريق وخطة محكمة لإنجاز سد مكحول وسدود أخرى في المرحلة المقبلة. سد مكحول وخزان سد مكحول يمثلون آخر منخفض طبوغرافي في نهر دجلة يمكن التخزين به بكميات كبيرة. ويعني أجرينا دراسات عديدة، أربع رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعة تكريت حول التحليل الجيومتري لخزان سد مكحول والمغامرات اللي راح يغمرها من الناحية الجيولوجية والمخاوف الجيولوجية والمستقرات السكانية اللي أيضا راح تنغمر عند مناسيب مختلفة. تعد السدود المائية إذا ما نفذت في مواقعها الصحيحة وضمن استراتيجية صحيحة تعد الجزء الأهم في إدارة الموارد المائية، خصوصا وأن العراق 70% من إيراداته تأتي من الخارج، لهذا عليه أن ينظم خزن هذه الإطلاقات من خلال السدود وإطلاقها خلال فترة الاحتياجات اللي هي من الشتاء إلى الصيف. سد مكحول هو أول المبادرات الفعلية التي تبنتها وزارة الموارد المائية في خطة مدروسة تحاول من خلالها إبعاد المخاوف التي أثيرت في قلوب سكنة المناطق المحيطة بهذا السد. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.